كشف سعادة وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف عن البرامج التي سيحتويها معرض الإنتاج الحيواني مراعي في نسخته الخامسة، والتي سيقام تحت رعاية جلالة الملك المفدى، مؤكدا على أهميته ودوره في تنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة. هذا المعرض الذي يعقد في نسخته الخامسة بتوجيهات سامية من سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، والمعرض هذا العام سوف يحتوي على الكثير من الفعاليات العلمية والثقافية والترفيهية التي تتناسب مع كافة العوائل والمهتمين في هذا المعرض. المعرض طبعا يمثل فرصة استثمارية كبرى لكل العاملين في قطاع الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية، ومثل ما هو معروف أن الثروة الحيوانية والزراعية هي موروث اجتماعي تاريخي إلى مملكة البحرين، وهناك أهمية كبرى وواجب وطني لإحياء هذا الموروث ولما له من أهمية في الناتج الوطني وأيضا في الأمن الغذائي.